مسؤول التعليم العمومي راه بغاوكم تسيطوا من الخصوصي ب 40,000 ريال الشهر، وشحال تيعطوك في الشهر؟ ما تيعطوك والو، يعني تيحكموا على ولادك باش يكونوا مجرد زبائن ليهم يشريوا المنتجات ديالهم ويخدموهم كعبيد. راه انتوما المقصودين الاولين فهاد المعركه هادي. ملي يعطوك الكاسكيطه ويقول لك ضربهم، قول لي هادو تيدافعوا على كرامتي وتيدافعوا على وليداتي غدا باش ما يكونش المصير ديالهم في الشارع، غدا باش ما يكونوش جيش اضافي للشنكاره وتجار المخدرات وتجار الخمر المعربه. راه على وليداتكم على تنغوتوا بالاساس، هما اللي غادي يضرروا. هادوك اللي تيعطوكم الامر راهم تيخلصوهم مزيان وتيعطوهم البريمات مزيان وتيعطوهم تعويضات مزيان. كل يمكن غدا يدوا وليداتهم لاحسن المدارس ولارقى المدارس. يعني الملف الاساس ديالو ديال ولاد الطبقات الشعبيه المهمشه والهامشيه والمفقره تاعنا وتاعكم بالاساس. ملي تبغي تضرب لي فكر بانني تنطال بحق ولدك يلقى مقعدو في المدرسه، بانني تنطال من اجل حق ولدك يلقى تعليم مجاني اللي يلقى الشخصيه نتاعو باش غدا ما يستعبدوش، باش غدا ما يدلوش، باش غدا ما يعطوش باكيطا وسديلها ويقول لي يطلع على الرباط غوت على شي حاجه ما عرفت على شي غوت كاع. يعني بالاساس هاد المعركه معركتكم، هاد المعركه معركتكم بالاساس. يعني بنادم يفكر شوي، ده اكبر ملكة اللي تحت ليه بشكل متساوي بينه وبين الناس كاع، لانك تتقتل حقك في هذه اللحظه التاريخيه الحاسمه.